هذا اللي. من تعلق شيئا وكيل إليه، هنا يعني أنه يترك لهذا الذي تعلق به، وهذا تعلق قلبي أو تعليق شيء محسوس. تعلق القلبي يعني مثل واحد يقول لك أنا خلص أنا كل يعني حاط كل ثقتي في فلان لأنه وزير، ها خلص هذا الوزير وهو عايش ما بدنا يكون مات، هذا الوزير سينشغله عنك، هذا الوزير سيضعف عن بعض الإعانة إلى آخره، وفي كل مرة تريد شيئا ما الذي سيحصل معك؟ لا تجد بابا غير باب هذا الشخص وكلت إليه، فيصبح هذا الشخص متسلطا عليك وأنت ذليل له، هذه مشكلة وكلت إليه. ولذلك سبحان الله من أعظم الآيات التي تريح النفس مسألة التوكل، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا الوزير يضعف، وذاك الحاكم يحصل له كذا، وهذا يموت، وهذا ينقل، وهذا ينقلب، وهذا يتغير، وهذا كذا. طيب ماذا أفعل؟ سأعيش حياتي هكذا؟ لا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنت تموت وأنت متوكل عليه، يعني تستمر كل الحياة وأنت مطمئن الباب. ليش أتغير أنا؟ ليش أتحول إلى من ليس فيه ثقة؟ وبعض الناس تجد مطمئن جدا، الحمد لله والله فلان استلم خلص. ليش هذا؟ هذه مصيبة، وهذا قد يخدش التوكل إذا كان الإنسان يعني اعتمد بهذا الشكل، مصيبة. أما الأصل أنه جاء فلان ما جاء فلان طبقة واحدة الإيمان، هذا هذه الطبقة من طبقات التوكل ودرجة من درجات التوكل، هذه يعني عجيبة. يعني طبعا قد تندر في هذا الزمان، لكن هذا الذي ينبغي، أنه أنت ما يتغير عليك الحال، جاء عدو هو تسلط عليك ولا كان ولي تسلط لك وكذا، في النهاية ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل هو الذي قدره الله، لن يحصل ما لم يقدره الله، وإذا حصل ما قدره الله فهو خير، لأنه لا يأتي منه إلا الخير، وهو أرحم بك، وهو أرحم بك. ولو ضربنا مثالا أنه الإنسان أحيانا إخواني بيكون مثلا يعني والده قد يختار له شيئا وهو يريد شيئا آخر، لكنه في نفس الوقت يكون عنده نوع من الاطمئنان، يقول يعني والدي في النهاية ما راح يختار لي إلا إيش، إلا شيء طيب، يعني ما هو راح يختار لي يظلمني، يعني إذا أنا يمكن أكون أنا أخطأت، وبالتالي يقبل حتى لو كان هذا شيء خلاف ما اختاره. وأحيانا لا يكون قد تبين له شيء ويقول أنا أريد أن أختار بنفسي، يقول والده خلاص أنا اخترت لك، يقول له خلاص يا والدي توكل على الله. ليش؟ لأنه يثق أن والده سيختار له. طيب لماذا عندما يختار الله لنا لا نستشعر هذا الشعور، مع أن الله عز وجل أكثر اختيارا لنا أو أعظم اختيارا لنا في حكمته سبحانه وتعالى، في الحكمة يعني. وحديث النبي عليه السلام المرأة التي في السبي لما كانت تبحث عن ولدها وبعد ذلك وجدت ولدها فضمته إلى صدرها، فقال يا رسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. ماذا نريد أكثر من هذا؟ فالطمأنينة الحاصلة بشهود القدر في أفعال الله، فيما هو ابتلاء لك، في ألمك، في سرورك، في عطائه، في منعه، في مرضك، في ضرك، في عطائه لك، في الإكثار ورزقه لك، شهود القدر في كل هذا قد يصل بالإنسان إذا كان عنده توكل حقيقي، توكل كامل يعني، بأنه قد لا يفرح بكثير الرزق بقدر ما يفرح بالبلاء. لكن من الذي سيحصل؟ وإن أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، لأنه يجد من البلاء إيش؟ القرب من الله سبحانه وتعالى، والدعاء الخالص من سويداء القلب تجده عند شدة، عند الشدة يدعو الله سبحانه وتعالى أقرب، وهذا شيء أحب إليه من ليش؟ من رزق الدنيا. لكن هذا لا يمنع أن نفرح بالرزق الدنيوي، فإن أيوب عليه السلام لما كان يعني الحديث أنه كان يغتسل فخر عليه رجل من جراد، فأخذ يحثو بثوبه، رجل من جراد من ذهب، فأخذ يحثو بثوبه، فواحد يقول طيب نبي، فقال الله له ألم أكن أغنيتك؟ فقال لا غنى لي عن بركتك.
فرزق الله هو بركة من الله، لا مانع من أن يفرح الإنسان برزقه فيشكر إذا أعطي ويصبر إذا منع.